السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رامي بن سبعيني، وين يحدث طوارئ في ناديه والنادي تاعو، واش عندنا كيفاش مدير، يعني وين فرض الجزائري رامي بن سبعيني لاعب نادي الألماني حالة من الطوارئ يعني في صفوف فريقه بعد عودته من تربص المنتخب الوطني الأخير. وشارك بن سبعيني في مباراة المنتخب الجزائري ضد كل من جيبوتي وبوركينا فاسو، يعني من شهر في أيام الأولى من شهر سبتمبر، وذلك في الجولة الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم المؤهلة لكأس العالم 2022. وتعرض بن سبعيني لإصابة خلال المباراة شارك فيها مع الخوض أمام بوركينا فاسو يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الثانية من تصفيات إفريقية المؤهلة لكأس العالم. المهم لعاب كما هذا ولينا نقولها ونعاودها، خاطر علاه؟ هذا منتخب وطني تاع الشعب الجزائري، من حقي نهدر، أنا قلت لكم ونعاودها لكم، نهدر ما نهدر نهدر. هكا سكت على فلان ولا سكت على نهدر، هكا نهدر ما نهدروش. غادي ما تشوفوا لا اندي ديلور يلعب، ما تشوفوا بالنار، ما تشوفوا غادي لا قعدنا ساكتين، لا سكتوا، لا ديروا له الحنه، ديروا له الحنه وسكتوا، ديروا له الحنه وعقوبه لوليدنا. هذه تسمعوها، لازم نهدروا. كيفاش فارس مكاش، كيفاش بالناس بادم والناس مكاش، كيفاش اندي ديلور مكاش، علاه مكاش هذا، علاه صدادك كيف مكاش هذاك الطروه هذاك راه يبكي، ها روحوا الدنيا ودعم يا روحوا الدنيا. هذاك اللاعب هذاك الصغير هذاك اللي يلعب كونت باريس سان جيرمان، هذاك توكا هذاك ما يسموه، هذاك صحافي طلع طرح سؤال على بالماضي، قال له يا ودي لعاب هذاك، قال له عندنا زرقان، يا ولد عندنا يا ودي يا سيب الماضي، يا انت جيبه كيما صرت انت بالناصر 2019، جيبه وخليه باش اللي يجي موراك يقول نقولوا ما شاء الله، والله لا والله لا اللي كيب هذه لا خلاها بالماضي. جيب انت على لعبه هذو هنا اللي تكونوا هنا، ما غادي يحشوها لك، يحشوها لك ويدخلوك في روسيا، هذاك سخاف هذاك خساف هذاك ما يسموه، هذاك دخلك في بغى لسكك. هم مالك مش كنا غادي نخسروا ولا جيب مستوى، جيب لعابه اللي راه يلعب واحد كل يوم يشوف قدامه كريستيانو، ما تجيبوش راه تجيب واحد انت مين يشوف كريستيانو يروح يحوس يتصور معاه ولا ها، والله جيبوا لنا لعابه، جيبوا لنا لعابه، هذا فريق وطني تاع الشعب، مش تاع من كيش تاع بابا، شكون اللي تاع بابا يقولنا شكون، هذا فريق وطني تاع الشعب، هذا فريق وطني تاع الشعب. ها راهم يراهم هذوك الشياتة تاع الفيسبوك تاع اليوتيوب هذوك، ها راه فارس قاع لعب ساكتين عليهم ينبحوا عليه غادي تبليسه. تعقلوا لا لي فارس دار كوتسيزو اسيست وكما صاو، فارس اسيست فارس تبليسه كما صاو ينبحوا على ادم والناس فانيك، الله يجيب الحظ والسلامة. هضروا على الصحة، هضروا على الصحة، قولوا جيبوا اللعابة. ها راه الشعب ميناض على اندي ديلور، غادي تشوف اندي ديلور يلعب. صح حنا كنا ماشي حنا الحمد لله ربي نهدر، ما ادري كانوا كنا من نهضروا الصح، يقول لك هذو اعداء جما بالماضي وديروا انت بعاني قال بلو كلاش انتيري عليها ناوت، يجيب لي لعابه، يجيب اللعابه والله يسهل عليها، جيبوا لعابه مبلع على الغاشي، جيب لعابه تلقى تلقى، جيب اللعابه، جيب اللعابه راه تبليس لك تايا في غولي، تبليس لك تايا بن سبعيني، تبليس لك تايا، شنو غادي دير؟ شنو غادي دير؟ مين غادي تجيب؟ جيب لعابه مواجدين، جيب لعابه اللي واجدين يمدوا لك، يمدوا لك ونفرحوا معاهم. انت داير لي هينو الراولي، انت داير هينو، داير بن عمري، جيب دخل طوبه، طوبه راه من مارس معاك، على ما تعطيش فرصه تاعو طوبه، كوطيتو الفرصه تاعو، هاك كوطيتو الفرصه تاعو كيما عطيت الزروقي، زروقي عطيتو فرصه، شو كي سته طوبه كوطيتو الفرصه الاولى الزاوجه هي ثلاث مور، اصبر كره هي كنت دخل كونت بوركينا فاسو ياكلهم. ارا جوال انت وليت تلعب بسبيطار بعياده،
لعبة جايبهم مبيتهم في الكلاسو وصبحت لعبهم هارا وراها هاك تشوها بالناصر خليته ريح وجب جوار يعني لعاب مليح صايب لعاب مليح كما انتم لا بين البوكون كولومبيا لعبتوا اللي تصوروا بالكوب دافريك بين البو كونتر مع شكون ديك ليكيب اللي لعبنا لهنا قدامنا نروحوا نلعبوا ما قدرنا لهنا باك تعقلوا عليها درنا زيرو زيرو درنا زيرو زيرو هنايا جماعة برا جماعة كسموه فرحات جيب لنا جوار اولا جاز هذه ليكيب ناسيون تاع الشعب مش تاع واحد تاع الشعب هذه تاع الشعب جيب اللعابه وخليهم احنا ما نجيش نقول له طرد جماعتك ما نجيش نقول لك طرد في راخو كيسموه بن عمري وطرد طرد كيسموه بو مجاح وطرد انا مش نقول لك طرد جماعتك انا ما نجيش نقول لك طرد جماعتك جيب اللعابه خليهم وتسيبهم احنا ما نجيش نقول لك طرد جماعتك انا يعني عارف جماعتك تاع لابيسين نعرف جماعتك تاع لابيسين ويتحكموا كلش كاش لي يجي غلطني انا يمكن يتحكموا يتحكموا وين تعرض بن سبعين لإصابة خلال المباراة التي شارك فيها مع الخضر أمام بوركينا فاسو بن سبعين كان في جانوا كان يبريباري أبريباراسيو صح قلتوا باللي نقص المنافسة أنا بن عمري كان يلعب في الريال وجاي يلعب معنا صح معلش انت كو جبت فارس محمد فارس هذا تاع جانوا درتو رو بلاصو اخويا درتو رو بلاصو تبلي سالك بالسبعيني تدخل فارس ما تحشي ما نحسوش باللي بالسبعيني خرج انت هذيك خطا قالوا لك في غولي محرز قلت لهم لا احسن لعاب للمكانه تاعو غير قابله للمس بالسبعيني يا ودي جيب لعابه جيب غولم بقى خم خلو على ما يقول لك عندنا جوار احسن مدافع في 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 في, في, في اوروبا الناس تصنع خطه على طروا على اشرف حكيمي في باري الناس تصنع لي خطه راهم يصنعوا به خطه اشرف حكيمي في باري راهم يصنعوا به خطه اسيس اللي راه داير هما قالوا تصحاب اليوتيوب تاعو انا جزائريين اللي يموتوا على الاسيست يا ودي كرام عايشين مع اشرف حكيمي وتعرض بن سبعين لإصابة خلال المباراة التي شارك فيها مع الخضر أمام بوركينا فاسو يوم الثلاثاء الماضي في جولة الثانية وإن حيث أكد مدير الفني للفريق الألماني أن الإصابة التي تعرض لها بن سبعين في مباراة الجزائر وبوركينا فاسو تعتبر مؤثرة جدا مشير إلى أنه قد تتسبب في غياب اللعاب الجزائري عن الفريق خلال الفترة المقبلة وأوضح المدير الفني من المؤسف جدا أن يعود إلينا بن سبعين وهو مصاب نحن الآن في سباق ضد الساعة من أجل تجهيزه لمباراة قادمة من الدور الألماني أمام أرمينيا ويذكر أن بن سبعين لعب مباراة واحدة فقط كأساسي مع النادي الألماني منذ موسم بعدما تعرض لإصابتين متتاليتين خلال الفترة التحضيرية كان مبليسي احنا بس على الله غالب قلنا كانوا الناس من يهضروا يخرجوا لك ناس يهضروا في اليوتيوب ما على بالهم بليكيب ناسيونال ما على بالو ليكيب ناسيونال تربح ولا تخسر والله ما على بالو المهم يدير فيديو يدير حاك يسيب الغاشي متفرجة فيه يدخل للكونت يشوف شحال دخلوا دراهم وملية والله ما على بالو بها كاع ويحط والله ما على بالو بها ويتزمر كاع وبعد يجي يقول لك فلان عادوا 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 بالماضي تاعش عادوا بالماضي نقول جيب اللعابه لي عادوا يقول لك جيب اللعابه لي عادوا يبغي يشوف ليكيب ناسيونال شابه لي عادوا هادو صاروا كيما نهار اللي كنا ودي نقول له زاتشي لازم يروح خرجوا قال لك هادو راهم يقولوا زاتشي يروح في طوب الماضي يتنرفى يستقيل من بعد هادو صحاب اليوتيوب بعد داروا هاك صابوا الشعب قاعد يقول زاتشي يروح اي دلو كيما
زاد شي 45 مليون تكرهك يا ودي انت يا واد الشياته يا واد الرباده، كنتو تقولوا هذا الهضره تاع كو يروح زاد يروح بالماضي. ومن بعد مي قال ها راه انت وليت تقول باللي تقول زاد يروح، ما كنتش تخمم على بالماضي، مش كنت تقول باللي غادي يكون زاد يروح بالماضي، يقعد بالماضي يروح، ها راه زاد راح بالماضي مازال. هما يخوما ودي ها قراو قراو مليح في اللوحه، قراو مليح في اللوحه، خاطر غير تهضروا اتبعوا السونداج. كون جيتو قال بمبادئ تاعكم ماشي كيما الساشيا دورو خويا، روح روح تقعد في هدرتك. كيما واحد يوتيوبر السيمانه اللي فاتت يضحك على ادم والناس، واليوم البارح واليوم لا اله الا الله، باه قال لكم ما تهضروش على ولدي. ها الفيديو غادي قال لي غادي ندير لك تصريح، ما قال لكم ما تهضروش، قال لكم راكم تعينوا اللعابه سكتوا، قال لكم راكم تتنابحوا عليهم ما راكمش تخلوا ودعم.